معنا سي رضا دو اليزال. اهلا بك سي رضا، سمعنا التعطال. رمضان كريم، صحة وسلامة وكل ما كنتمناه إن شاء الله. عارف عندك بعض الالتزامات، غنحاول نشوف معك دغيا التدخل ديالك باش نخليك تشوف الالتزامات ديالك. سي رضا دو اليزال، بلا شك تابعتي اللقاء ديال الوداد البارح بمولدة وجدة. سؤال تقليدي، أولا الأداء العام ديال الوداد من بداية الموسم الآن، وثانيا كيفاش جاتك النتيجة؟ لا بد أن بحال آية العريف قالك أن الوداد خسرات نقطتين البارح وجدة ربحت نقطة. الأداء العام ديال الوداد من بداية الموسم والنتيجة ديال البارح ضد مولدة وجدة. وهو أولا لأن البارح يعني نتيجة مخيبة كما تنقولوا، بحال ضيعوا نقاط فهمتيني، تيوقع هذا الشيء في الكورة مي فهمتيني، كان يعني جوج نقاط بحال هاد الماتشات هادو، بحال هاد النقط هاد الماتشات بحال هكا، يعني هما اللي كيندم عليهم بنادم في الاخر ديال الموسم. يعني البطوله في الاخر كتلعب على هاد بحال هاد اللعيبه الصغيرين فهمتيني، قلتي نقطه هنا جوج نقاط هنا كذا، وسيتو مع وجده يعني وفي كازا، يعني كان خصهم يعني 3 بوان كان خصها تكون ضروريه، مي قدر الله ما شاء فعل. بالنسبه للنيفو ديال الوداد اخويا، النيفو ديال الوداد غادي داكشي زوين، يعني غادي داكشي تصاعدي، بداو شويه داكشي كان كما تنقولوا داكشي ناشف شويه شويه بشويه بشويه الامور، يعني غدا وكتقاد يعني الفرقه بدات كدور شويه، غير هو خاص فهمتيني، خاص مازال شويه شويه ديال الاصلاحات كما تنقولوا، خاص شويه ديال المليحه ان شاء الله. الى رجع الحكومه ان شاء الله هذاك الدري حيموت، هو الدار فيه الثقه ان شاء الله، ويحطوني حتى هو يضيع شويه، وهذا الشيء اللي كاين. اما الفرقه اون جينيرال يعني الحمد لله احسن من الاول واحسن من السنين اللي فاتت، يعني السنين اللي فاتت كانوا الالقاب وكانوا شويه ديال كان ارباح كان هذا، وما ما كانش المتعه. هذا العام هذا كتشوف انه كاين فرقه واقفه شويه من تكنيكمون فيزيكمون، يعني فرقه يعني واجده انها تلعب على الصعيد الافريقي ولا الصعيد الوطني، غير شويه ديال التكنيسيان في الميليو تيران يتزادوا. دابا الكافي تبارك الله عجبني انه يعني في المستوى، يعني غادي يبقى تصاعدي، يعني نتمناو ليه يبقى غادي في هذا المستوى ان شاء الله، ونتمناو يعني يتم اقحام لاعب كوما ان شاء الله باش تقاد الامور، يعني تولي 100% ولا عندك فريق قوي اللي ينافس على الصعيد الافريقي ان شاء الله، لان الوداد ما بقاش غير كتنافس هذا العام، الجمهور يعني باغي اللقب، ونتمناو نتمناو نبقاو ان شاء الله في خط تصاعدي، والله يستر اليوم، ونتمناو ينساو هذه الموجه ديال الماتش ديال البارح، يعني التعثر ديال ينساو هذا الشيء، ويفكروا في المقابله القادمه ان شاء الله ديال كاس العرش مع وضن ان شاء الله، لان على الاقل خاص هذه ان شاء الله البطوله ان شاء الله لكاس افريقيا ان شاء الله. هضرتي لي على الاختيارات ديال البنزرتي، الجمهور كيلوم البنزرتي على كيقول لك العام هذا العام الوداد عندها زعما افكتيف مزيان، تقريبا عندهم زعما ثنائيه في كل مركز عندهم جوج ثلاثه ديال اللعابه، ولكن تيشوفوا ان المدرب ما تيدورش اللعابه بيناتهم، وذكرتي بحال مثلا سكوما يعني بحال وسط الميدان، كيشوف ان علاش هذا في هذا المركز ديال وسط الميدان علاش على الاقل بنزرتي ما يدورش اللعابه بيناتهم، بحال مثلا سكوما، واش سكوما دابا ما كاين، انت نقول نفس السؤال اللي قلت العريف، لو كنت انت واش سكوما واش كاينه بلاصتو دابا ولا ما كايناش؟ وخويا انا اصلا بلا ما تقول لي على سكوما انا قلت لك كاين بلاصتو، حيت كما كنقولوا حنا غنغير باغا اللي فهمتيني، يعني النوع ديال سكوما يعني خصو غير الثقه الدار فيه ان شاء الله، واللعاب اللي ما دوش القليل والفرقه، واللعاب يعني كبير وشبير يعني تكنيكمون، يعني ما كنظنش كاين شي واحد دابا في الوداد تكنيكمون احسن من سكوما، اللعابة في المستوى تبارك الله كما قلت الجبران، يعني دابا اون فورم الكرتي بدا كيرجع في الفورم، اللي خاصه داك اللعاب فهمتي كاين المدن حتى هو يعني دار فيه الثقه، وسكوما يرجع، يعني هادو كاملين اللي قلنا في ميليو تيران مزيانين، ما كايناش هذيك لا تكنيك اللي عند ايوب فهمتيني، يعني نتمنى وقلتي واحد النقطة مزيانة ديال الاختيارات ديال المدرب، يكون افكتيف زوين، يعني أي مدرب يتمنى يكون عنده هذا الافكتيف اللي عند الوداد دابا، مي من الاختيارات كتبقى بعض المرات، يعني أي واحد يقول علاش هذا دخل علاش هذا لا، وشي لعاب ما تعطاتهمش الفرصة، كاين كتعطاهم مرة وشحال من حاجة، وكيبقى بنادم يعني خص الدور شوية، كيعطي الإنسان فرصة أكثر من مرة، بين مرحبا ما بينتيش جلس،
وضايره الدعوه بحال هكا فهمتيني. اما الميليو تيراني في الوداد دابا تبارك الله راه شكون كاين؟ كاين جبران، كاين السعيدي، كاين الحسوني، كاين الكرتي، كاين اش سرغات ما كنشوفوش حنايا، كنشوفو بحال دابا اي واحد ودادي من الجمهور اللي يجلس غادي يعرف التشكيله اللي داخله بلا ما يشوفها فهمتيني، ولا عنده يعني عنده داكشي ديال الدماغ شكون غيدخل، عارف الاختيار ديال داك السيد، هذاك الشيء اللي كاين ما يدخلش، وهذا الشيء راه ما غاديش بالنسبه كلاعب وكتكنيكمون ولا كلاعب ديال اللاعب في الوداد يعني ما عندوش بلاصه ولا يعني كوما لاعب كبير كنظن انه برهن على هذا الشيء اللي كان مع الفتح وانه رجع للديسيبلين ديالو، شي ما يمكنش تكون ديسيبلين وغتلعب مع رجلاكي اللي كان عارف بحال الشكل ديال الزاكي ستريتش ومعقول وهذا السيد دار كابيتان تما في الفتح ويعني كما تنقولوا نما شويه ما غاديش سمعت كان دار شي حاجه خفيفه مع شي لعيبه كان طرا شي حاجه، هذاك الشيء تيوقع لاي لعاب اي كونسونتراسيون تيقدر ها كاين اللي كيحصل كاين اللي ما كيحصلش، يعني وقعت شي حاجه خفيفه ما غنشدوش على نعضوا حنا في هذيك شحال من فرقه كتبقى عندها شي لعاب يعني كبير ومحتاجينه كيدير شي غلط يا اما كيخلص غرامه وكذا ما تيبقى يلعب حيت ما عندهمش حسن منه والفرقه كذا، ونتمناو اخويا هذا الشيء هذا هو نفس داك الشيء اللي كيديروا الناس يديروا مع الحكومه ويديروا شي توضيح حيت الحكومه عنده بلاصته، كنظن انا ميليو تيران يلعب فيه جبران والحكومه والكرتي يعني راه ميليو تيران يعني تبارك الله راه ماشي يديو الالقاب غيديو كل شيء كاس العالم يديو عندك السعيدي فهمتي يكون عندك على الاقل واحد 8 لاعب في الميديو كدور اللي اون فورم يلعب عندك المد انت هو واخويا انت خاص كل بوست فيه جوج لعابه مي ما كاينش كاين دابا الكعبي مسكين تيبقى يضرب شماره تيبقى يلعب 90 دقيقه غادي يبقى غادي يتبليصا ولا غادي يتفاقنا كما تنقول ما غاديش يبقى يقدر يعطي خاصو شويه ديال الراحه يلعب شويه يلعب تبقى ديك 15 دقيقه يخرج بعد ما غادي ما يبداش من الاولى باش يرجع الفورم فهمتي باش يبقى اون فورم وصافي، حنا دابا كنتواجدو في الماتشات مسكين كيعطي اكثر من جهد وكيدير لي زابيل بزاف كيتقاتل كيعفط وكنشوف تيرجع الميلو تيران كذلك في الكورة نتمناو الله يفوز نتمناو انه البنزار في يحاول انه كما كنقولوا يميكسي بين اللعابه فهمتي ويعطي الفرصه لكل شيء حيت الوداد شي اللي يستاهل يدخل اللي راه عارف داك التوني يدخل مرحبا ونتمنى باش يدوزو ان شاء الله للدمي فينال ديال كاس العرش وباش نفوزو ان شاء الله بهذا اللقب اللي صراحه الجماهير الوداديه متعطشه عليه ان شاء الله. اخر سؤال سي حيت عارف انك التزامات كما قلنا الجمهور كيحتج على التحكيم ديال ليله امس كيفاش جاك التحكيم كيفاش جاك كذاك التدخل ديال غرفه الفار مثلا حيت بعض اللقطات اللي كانت فيها شك ما الفار ما دخلش بالعكس اللقطات كتكون ضد الوداد كاين الفار كيدخل وكياخذ الوقت اللازم كيفاش جاك التحكيم وغرفه الفار ليله امس سي بيازا شخصيا مش فيها غير في هذه القضيه دير بيد ديال الوداد دار الفار اكثر من مره هذاك البيت ديال وجده راه السيد دا بيدو السيد دا كونترول بيدو مدوها مدعو عليها ما والو لا حكى بيلانتي حتى الجو الدراري حتى الجو كذا وهو دا ما استعملتيش الفار شنو حلال عين عليهم حرام علينا حتى ولا شنو فهمتيني ما يمكنش الفار اما كيدار على الجميع اما ما كيدارش لا لانه لا رجعنا صراحه البارح هذاك البيلانتي اللي خدا وجده السيد راه دار بيدو يعني راه واضحه للجميع حنا ما بغينا والو سير اخويا شوف سير وشوف عاوتاني وتاكد وهذا بانت لك اخويا ماشي ايدو ديك الساعه ما درتش اللي عليك انا باش ما تمشيش تشوف كاع غير انت عالم الغيب وهو اصلا الحكم الى ربي كيما راه كان لور كان مور على اكسيون يعني ما شافش اللعاب كيفاش داها فهمتيني واخويا اش غادي نقول الله يهدي ما خلقه والله يصاوب هذا الشيء اللي كاين. شكرا لك سيدو اليزال كنتمنوا نستضيفك مره اخرى كذلك يكون وقت اطول من ديال اليوم تبارك الله عليك سيدو اليزال الله يجازيك بخير والامه الوداديه وتبارك الله عليكم اخويا شكرا لك سيدي ليزر بارك الله فيك شكرا